لقطة عجيبة وغريبة جدا من الكابتن أحمد حجازي تجاه الكابتن حسام حسن اللي شفناها في مباراة مصر والرأس الأخضر بداية تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 اللي هتقام في المغرب. اللي حصل بالظبط هنقوله لكم، واللي حصل بالظبط واللي حصل بالظبط عندنا هنا وبس. الموضوع ابتدى إن كابتن حسام حسن راح ما بين الشوطين لأن حمدي فتحي عنده إنذار، فراح لأحمد حجازي قال له سخن، وفعلا أحمد حجازي أجرى الإحماء ما بين الشوطين وكان خلاص بيمهد نفسه إن هو ينزل. وهنا كابتن حسام حسن ما بين الشوطين في غرفة الملابس اتكلم مع حمدي فتحي، وحمدي فتحي قال له لا خليني في الملعب وأنا هحاول ما أخدش إنذار تاني. طبعا هو كان هيغيره عشان خاطر هو عنده إنذار أول وخايف عليه من الطرد وهينزل بداله أحمد حجازي، وهو سبب الدفع من البداية بحمدي فتحي. طبعا إن أحمد حجازي ملعبش ولا مباراة لسه مع فريقه، حمدي فتحي لعب مباراتين مع فريقه في الدوري القطري، ودي البدنية كانت في صالح حمدي فتحي عشان كده لعبه في مركز غير مش في مركزه، ولعبه في قلب الدفاع بعد اعتذار محمد عبد المنعم. وهنا كان الموضوع تقيل شوية على أحمد حجازي اللي هو جاي المفروض إن ده مركز ومفيش غيره هو ورامي ربيعة، فكان المفروض ان هو يبتدي المباراة. هنا طبعا كان زعلان لحد كبير وهو قاعد على الدكة، لكن ما بين الشوطين لما قال له سخن ابتدى ان هو يسخن وكان خلاص هينزل. كابتن حسام جه مع بداية الشوط الثاني وطبعا ما نزلش احمد حجازي وقال له خلاص خليك دلوقتي على الدكة، زود زعل احمد حجازي. وبالتالي لما جه رامي ربيعة اتصاب قال له قوم سخن عشان خاطر تنزل، طبعا هو رفض وشفنا ان هو دخل في مشادة معاه، وكابتن ابراهيم حسن حاول يتدخل وتريزيجيه وكل اللي على الدكة حاولوا يتدخلوا، وشفنا ان في لفظ طلع من احمد حجازي تجاه كابتن حسام حسن، هل فعلا زي ما الناس بتقول ان هو قال له هو انت بتفهم حاجة؟ فطبعا دي حاجة صعبة جدا لو هو قال له كده، لان لو مدرب اجنبي ما كانش يقدر يتكلم بالطريقة دي، بالاضافة كمان ان احمد حجازي الى حد ما بقى له سنتين الى حد كبير بيعاني من اصابات كتير، وشفنا ان هو تقيل على مستوى بدني مش لائق تماما. شفنا ان الاتحاد السعودي فسخ معاه العقد بالتراضي وان هو انتقل لنادي النيوم، نادي النيوم اللي بيلعب في الدرجة الثانية في الدوري السعودي. فطبعا كابتن حسام حسن اصلا يبعت له عشان يجيبه منتخب مصر بعد اللي حصل ده كله، وبعد جاهزيته البدنيه ديت، وبعد فسخ عقده، وبعد ان هو موجود في الدرجه الثانيه، ده كان شيء المفروض ان هو يشكره عليه، مش ان هو يطلع غضبه كده قدام الجمهور وقدام الكاميرات. لازم يكون في موقف حاسم من كابتن حسام حسن، لازم يكون في موقف حاسم عشان الدنيا ما تروحش في سكه ان كل لعيب مش عاجبه هيعترض، وهتلاقي عندك نجوم كتيره وهتلاقي كل واحد عايز يلعب وهتلاقي كل واحد زعلان وهو قاعد على الدكه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تشتركوا معانا في السوشيال، تدعمونا، تعملوا لايك على الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.